فشلت مطالبات نواب للحكومة بسحب مشروع قانون اللامركزية، وقرر المجلس بالأغلبية البدء بمناقشة القانون بعد جدل نيابي واسع شهدته جلسة مجلس النواب اليوم. وواجه القانون خلال الجلسة الصباحية الثلاثاء معارضة نيابية واسعة ومطالبة نواب الحكومة بسحب القانون، فيما طالب نواب بتغيير مسمى القانون. وقدم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور مرافعة دفاعية عن القانون، حيث أكد أن هذا أكثر تشريع أخذ نقاشا وطنيا على الإطلاق، حتى الدستور لم يأخذ هكذا نقاش. وأضاف أن طريقة عرض اللجنة للقانون هو جديد، وهي اجتهدت بصرف النظر عن النتائج، موضحا أن الحكومة تابعت نقاشات اللجنة وجديتها. وأكد أن الحوار حول القانون فإنه تم مشيرا إلى فتوى المحكمة الدستورية حول القانون والصلاحيات المالية، مشددا أن ما قدمته اللجنة النيابية دستوري، وأن القانون أمام النواب دستوري. وحول الكلفة الإضافية المالية، قال نسور أن هناك كلفا إضافية، ولكنها يجب أن تسترد ومطمئنة للصالح العام، بحيث يعرف المواطن أين تذهب أمواله. وطالب النائب عبد الهادي المجالي أن تقوم الحكومة بسحب القانون والبدء بحوار بين الحكومة والمجلس حول أبرز ملامح القانون اللامركزية، وأن طموحات بتوسيع المشاركة الشعبية وتوزيع مكاسب التنمية وترسيخ قيم الديمقراطية في القانون، ولكن جاء قانون رفع منسوب الأحباط وأفرغ اللامركزية من محتواها، مشيرا إلى صعوبة إجراء المجلس لتعديلات على القانون. من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أن أي مخالفات أو شبهات عدم الدستورية حول قانون اللامركزية تم حلها من خلال تعديل تم على مجلس المحافظات، بأن أصبحت تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وكان النائب الدكتور مصطفى ياغي خالف قرار اللجنة المشتركة القانونية والإدارية لمجلس النواب بإقرار مشروع قانون اللامركزية قبل أن يتراجع عن مخالفته بهذا الخصوص. وطالب ياغي في مخالفته التي قدمها في مستهل انعقاد الجلسة من الحكومة بسحب القانون لوجود شبهة عدم دستوريته، معتبرا أنه جاء قاصرا أو معارضا لجوهرة العملية الإصلاحية المستندة للتعديلات الدستورية. وأشار ياغي إلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في قرار رقم 1 لسنة 2015 بوجوب منح مجالس المحافظات مجالس اللامركزية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يكون عنصر الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إدارتها وخضوعها لرقابة الإدارة المركزية ضمن إطار الوصاية الإدارية. وأيد النائب ياسين بن ياسين المطالبات بسحب القانون، داعيا النواب إلى عدم التصويت على المادة الأولى في القانون،
ودعا النائب علي سنيد أن يتم سحب القانون، فيما طالب النائب مصطفى شنيكات أن يتم تحسين مواد القانون داعيا إلى تغيير اسم القانون ليصبح قانون مجالس المحافظات. بالمقابل قال النائب هايلد عجا اللامركزية خطوة في الاتجاه الصحيح وخطوة في طريق ترسيخ اللامركزية. وأكد النائب سعد هيل سرور أن القانون يتم وهو قانون جدلي، مشيرا إلى أن هناك مواد في القانون تحتاج إلى تعديل مؤيدا إعادة القانون إلى اللجنة. وأقترح النائب حازم قشوع أن يتم تغيير اسم القانون إلى المجالس المحلية، وأيد النائب فيصل الأعور الاقتراح بأن يتم تغيير اسم القانون إلى مجالس المحافظات. أما النائب محمد الرياضي فقد أشار إلى أن اللجنة النيابية لم تأخذ باقتراحات أعضائها حول القانون. وقال النائب إبراهيم الشحاحدة أنه للمرة الثالثة للتوالي يتعرض الأردنيون للاعتداء من قبل عراقيين، معتبرا أن ذلك يمس السيادة وكرامة كل مواطن.